السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة النقاش الأولى التي تقدمها داتا سايت عن اعتماد المعرفات الدائمة وتقديم برنامج الوصول العالمي الخاص بداتا سايت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو العالم العربي. بإذن الله سنبدأ اللقاء في خلال دقائق، امنحونا فقط بعض الوقت حتى يتسنى لجميع الإخوة الحضور والاشتراك معنا للتفكير أيضا في هذا الويبينار. في حالة وجود أي أسئلة نرجو من حضراتكم وضعها في المكان المخصص وهو الكيو أند إي بوكس، وفي حالة التعريفات أو المعلومات العامة يمكن وضعها في منطقة التشات بوكس المخصصة لذلك. تمام، سنبدأ إن شاء الله في خلال دقائق. أتمنى أن حضرتكم تكونوا على اطلاع الآن على السكرين أو الشاشة الخاصة بي. إن شاء الله سنتطرق اليوم إلى اعتماد المعرفات الدائمة وتقديم برنامج الوصول العالمي الخاص بداتا سايت إلى العالم العربي. في البداية أود أن أذكر إن شاء الله أن هذا اللقاء سيكون مسجل بالكامل وسيتم رفع التسجيل على القناة الخاصة بنا على اليوتيوب، وسيتم أيضا إرفاق البرزنتيشن أو السلايدز على قناتنا أو المجتمع الخاص بنا على زنودو، حيث يمكن تحميل التسجيل من هناك وأيضا يمكن تحميل السلايدز التي سنقوم بمشاركتها معكم بإذن الله. أجندة هذا اللقاء إن شاء الله سيكون في العنصر الأول سأتحدث أنا محمد مصطفى أخصائي المشاركة الإقليمية في داتا سايت لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وسأتطرق إلى مقدمة عن داتا سايت والمعرفات الدائمة وبرنامج الوصول العالمي الخاص بداتا سايت. بعد ذلك سيتحدث الأستاذ رائد الزعبي مدير المكتبة الأكاديمية في الجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا، سيتطرق إلى دور المكتبات الأكاديمية في دعم العلوم المفتوحة. بعد ذلك إن شاء الله سيكون معنا الأستاذ محمد بعيسى مدير الأرشفة والخدمات الرقمية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، وسيتطرق إلى دراسة حالة لدمج المستودع المؤسسي في جامعة الملك عبد الله مع معرفات أو داتا سايت دي يو آيز. وسنختم اللقاء بإذن الله مع دكتورة بتول المرزوق من جامعة ليفربول ومعهد ألان تورينج إنستيتيوت بالمملكة المتحدة، وهي أيضا مؤسسة مجتمع العلوم المفتوحة بالمملكة العربية السعودية. سنتطرق في الحديث إلى أهمية المعرفات الدائمة للباحثين وكيف تساهم هذه المعرفات في ربط أبحاثهم ببنية البحوث العالمية. في البداية مقدمة عن أجندة اللقاء الخاصة بي، سأتطرق إلى داتا سايت، من نحن، ما هي المعرفات الدائمة، ما هي معرفات الكيانات الرقمية، وأيضا سنتطرق إلى مبادرات ومشاريع استراتيجية اتخذتها داتا سايت. وبعد ذلك سننتقل إلى الحديث عن برنامج الوصول العالمي الخاص بداتا سايت مقدمة وفريق العمل الخاص بالبرنامج ومحاور البرنامج الثلاثة الخاصة بالتوعية والبنية التحتية وبرنامج التمويل العالمي، وسنتطرق أيضا إلى عرض رؤية داتا سايت الشاملة لتنفيذ برنامج وصول عالمي لتسريع اعتماد المعرفات الدائمة بشكل أكبر. في البداية مقدمة عن داتا سايت، نحن مؤسسة غير هادفة للربح على الإطلاق، تأسسنا في العام 2009، نتكون من مجتمع عالمي يشترك في مصلحة مشتركة واحدة. مصلحتنا المشتركة تتمثل في التأكيد على أن مخرجات البحث والموارد المختلفة متاحة بشكل مفتوح للجميع ومتصلة مع بعضها البعض، بحيث يمكن إعادة استخدامها وتساهم في تعزيز المعرفة عبر مختلف التخصصات في وقتنا الحالي وفي المستقبل أيضا. كمجتمع واحد نحن نهدف إلى جعل البحث أكثر فاعلية عن طريق استخدام أكبر قدر ممكن من البيانات الوصفية المفتوحة التي تربط مخرجات البحث وموارده، وندعو إلى تسجيل مختلف أو الطيف الواسع من المخرجات البحثية بداية من العينات والصور إلى البيانات أو الداتا سيت والمطبوعات المسبوقة البريبرنتس.
نقوم أيضا بتمكين وإنشاء وإدارة المعرفات الدائمة، هذه الخدمة الأساسية التي نوفرها، وهي إصدار الـ DOIs، ودمج أيضا هذه الخدمات لتحسين بيئة وسير عمل البحوث وتسهيل اكتشاف وإعادة استخدام المخرجات البحثية بشكل عام. نحن ملتزمون بشكل كامل بمبادئ البنية التحتية البحثية المفتوحة، وبناء على ذلك فنحن يتم نحكم كمؤسسة غير هادفة للربح عن طريق الأعضاء الخاصين بالمؤسسة، وأيضا نؤمن بشكل كامل بالبيانات الوصفية المفتوحة، ونؤمن بالتطبيقات مفتوحة المصدر. نعمل أيضا على تمكين التعرف على طيف واسع من المخرجات البحثية والموارد البحثية وتسجيلها عن طريق استخدام الـ DOIs. نساعد أيضا في بناء الشفافية والثقة مع الأعضاء الذين ينتمون وينتسبون إلى مؤسستنا، ونشجع أيضا التعاون عبر بنية النظام البحثي الواسعة. هذا هو مقدمة سريعة أو مختصر سريع عن مجتمع داتا سايت الحالي. لدينا أكثر من 2900 مستودع مؤسسي مرتبط ببنية داتا سايت المفتوحة. هذه المستودعات تمثل حوالي 280 عضو من 51 دولة حول العالم، ولدينا إلى الآن ما يقرب من 49 مليون داتا سايت DOI قمنا بإصدارها، ونتعاون بشكل واسع مع أكثر من 1300 مؤسسة بحثية حول العالم. بالنسبة للحكم أو طريقة إدارة المؤسسة، لدينا المجلس التنفيذي ويمثله ما يقرب من 14 عضو منتخب، كل عضو يتم انتخابه لفترة تصل إلى 3 سنوات، ولدينا أيضا اجتماعات العمل الخاصة بنا واللوائح الداخلية والخطط الاستراتيجية وملخصات الاجتماع يتم نشرها بشكل مفتوح وتتاح للجمهور بشكل واسع، لأننا منظمة كما أسلفت في الذكر منظمة غير هادفة للربح على الإطلاق. لدينا أيضا مجموعة من المجموعات التوجيهية أو ما نسميها بالستيرنج جروبس، لدينا مجموعة توجيهية خاصة بالخدمات والتكنولوجيا، لدينا مجموعة أخرى خاصة بعمل البيانات الوصفية، ومجموعة خاصة بالتوجيهية المشاركة التوجيهية للمشاركة المجتمعية الانجيجمنت جروب، ولدينا أيضا مجموعة خبراء إقليمية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وشمال إفريقيا، ومجموعة أخرى خاصة بالأمريكتي وآسيا والمحيط الهادي. أيضا داتا سايت رود ماب أو خطة العمل لدينا لتطوير منتجاتنا المختلفة متاحة بشكل مفتوح للمجتمع العلمي للاطلاع عليها، ويمكنكم أيضا إرسال مقترحات وأفكار جديدة والمشاركة في تحديد الأولويات لدينا. ولدينا أيضا كل شهرين نقوم باستضافة ويبينار نسميه بأوبن أورز، نتناول فيه مختلف الموضوعات التي تهم مجتمع المعرفات الدائمة وتسجيل الطيف الواسع من الأبحاث عن طريق هذه المعرفات. سنتطرق اليوم بشكل أساسي، وأود أن أقوم بعمل هذه المقدمة المهمة عن المعرفات الدائمة أو الـ Persistent Identifiers. قد يبدو هذا المصطلح جديد علينا في المنطقة العربية، فبإذن الله سأحاول تبسيطه، وإن شاء الله في حالة وجود أي أسئلة أذكركم بعمل الأسئلة في مكانها المخصص هو الـ Q&A Box، وسنجيب عليها في نهاية اللقاء بإذن الله. ما هي المعرفات الدائمة؟ هو سلسلة رقمية فريدة تشير في الأغلب إلى مورد رقمي، يحتوي هذا المورد الرقمي أو اللاندنج بيج على تمثيل للبيانات الوصفية الأساسية عن هذا المورد، أو هذه المعلومات الأساسية البيبلوغرافية الأساسية عن هذا المورد الرقمي. يمكن أن تستخدم أو هناك 3 أشكال رئيسية لهذه المعرفات. يمكن أن تستخدم هذه المعرفات لدعم مخرجات البحث والمخرجات العملية البحثية، وفي هذه الحالة نسميها Digital Object Identifier أو معرف كيان رقمي. يمكن أن تستخدم المعرفات الدائمة أو تدعم الأشخاص أو في هذه الحالة هم الباحثين الأكاديميين أو العلميين أو أي شخص آخر مرتبط بعملية البحث العلمي، ونسميه في هذه الحالة معرف أوركيد على سبيل المثال، معرفات أوركيد للباحثين. ويمكن أن تكون المعرفات الدائمة على شكل معرف يمنح لمؤسسة بحثية معينة مثل جامعة أو مركز بحثي، وفي هذه الحالة يكون ROR ID. على سبيل المثال هذه سكرين شوت أو صورة من معرف خاص بشخص، الدكتور محمد محروق، هو دكتور في كلية العلوم القانونية والاقتصادية في جامعة القاضي عياض في المغرب، وهذا هو الأوركيد ID أو المعرف الشخصي الخاص بهذا الباحث.
يمكن ايضا كما اسلفنا الذكر ان تمنح هذه المعرفات او الار او ار اي ديز لمؤسسات بحثيه، وفي هذه الحاله معنا كينج سعود يونيفرسيتي من المملكه، جامعه الملك سعود من المملكه العربيه السعوديه، وهذا هو معرف الار او ار اي دي الخاص بهذه الجامعه. الشق الأخير من أنواع المعرفات الدائمة هي معرفات الكيانات الرقمية أو الديجيتال أوبجكت ايدنتيفاير، والتي سأتطرق إليها بمزيد من التوضيح، وهي التي تقوم داتا سايت كمؤسسة بإصدارها ودعمها لمختلف مخرجات البحث العلمي. في البداية خلينا نتناقش في عندنا نوعين أساسيين من هذه المخرجات التي يمكن لداتا سايت دي او ايز أن تدعمها. المجموعة الأولى هي المجموعة الخاصة بالبحث أو مرتبطة بالبحث بشكل أساسي، مثل الداتا سيتس أو الورك فلوز أو السوفت وير المستخدمة في قيامها بعملية هذا البحث، أو الإيمجز الناتجة من عملية البحث، أو البروتوكولز المستخدمة أو السامبلز المرتبطة بقيام بعملية بحث معينة. فعند القيام بعملية البحث يتم استخراج أو إنتاج هذه المخرجات البحثية. هناك أيضا نوع آخر ما نسميه بالمؤلفات العامة أو الجري ليتريتشر، مثل الرسائل الجامعية والأطروحات الماجستير والدكتوراه، مثل التقارير أو الكونفرنس ريبورتس، مثل أيضا البري برينتس والنيوزليتر أو النشرات الإخبارية الخاصة بجامعة معينة، مثل بعض المعايير الفنية أو المقالات السابقة، النسخ الأولية من المقالات كالبري برينتس. وفي هذه الحالة يكون المستودع المؤسسي داخل الجامعة هو نقطة النشر الأساسية لهذه المجموعة من الملفات. ونود التذكير أن داتا سايت دي او ايز تدعم هذين النوعين من المخرجات، سواء كانت مخرجات بحثية أساسية مرتبطة بالبحث، أو مخرجات مرتبطة بالمؤسسة ككل كرسائل الماجستير والدكتوراه كما أسلفنا الذكر. هذا هو شكل الدي او ايز او المعرف الرقمي، ياخذ هذا الشكل، يكون فيه البروكسي والشق الخاص بالدي او اي دوت اورج، عندنا الشق الخاص بالبريفكس والشق الاخر الخاص بالسافكس. وعند حصولك على عضويه داتا سايت نحن نعطيك البريفكس الخاص بك، ومن ثم السافكس هو شيء خاص بك يمكنك تعديله والقيام بعمليه تعديله طبقا لاحتياجاتك الخاصه، ولكن من قبلنا نعطيك بعض التوجيه عند قيامك بهذه العمليه. من الجدير بالذكر والشيء أو الرسالة الأساسية، أحد الرسائل الأساسية التي نريد أن نرسلها من خلال هذا اللقاء، وأن معرفات الكيانات الرقمية تدعم طيف واسع من المخرجات البحثية، والمقالات المنشورة أو الجورنال أرتكل في الدوريات الأكاديمية هي ليست سوى جزء واحد فقط من السجل العلمي أو السكولاري ريكورد كما نسميه، وندعو أو ينبغي تسجيل مخرجات البحوث المختلفة بمعرفات الكيانات الرقمية، مثل البروتوكولز والداتا سيتس والثيسيس أند ديزرتيشن أو الرسائل العلمية والجامعية والبرامج المستخدمة والصور. لماذا يجب علي أن أسجل هذه الموارد أيضا أو هذه النوعية من الموارد بالديو آيز؟ لأن ذلك سيساهم في تحسين استكشافها وانتشارها والوصول والقابلية لها وإعادة الاستشهاد بها. وطبعا كلنا عارفين أهمية الاقتباسات والسيتيشنز في تحسين تصنيف المؤسسات الجامعية. كلنا أيضا نعرف مع حركة العلوم المفتوحة أو الأوبن ساينس موفمنت المنتشرة في العالم بشكل عام وفي عالمنا العربي بدأت تأخذ منحنى مهم جدا، ندعو لتسجيل كل أو الطيف الواسع من مخرجات البحوث العلمية بديو حتى تستكشف مع أو يتم ربطها مع بنية النظام العالمية. لدينا هذا المثال لمعرف دي او اي يستخدم لجورنال ارتكل، وهو المثال الأشهر وبدأ يعتمد بشكل كبير في عالمنا العربي، ولكن المثال الآخر هو لداتا سيت تستخدم دي او اي. فعندنا دي او اي يستخدم لداتا سيت، وزي ما حضراتكم شايفين البحث منشور او المقاله الاساسيه منشوره باللغه العربيه، البيانات الوصفيه متاحه باللغه العربيه، ما فيش اي مشاكل على الاطلاق في تسجيل البيانات الوصفيه ايضا باللغه العربيه. هذا مثال اخر لتسجيل سوفت وير، هذه التول تم استخدامها عند القيام بعمليه بحث معينة، والباحث أيضا قام بإتاحة هذه التول بشكل مجاني للجميع، وأقام بإرفاق دي او اي لهذه التول أيضا. هذا مثال آخر لثيسيس أو أطروحة ماجستير عن عنوان تحسير الدور ريادة الأعمال الداخلية
في تحسين القدرات الاستراتيجية لقطاع البنوك، والباحث حصل على دي او اي للبحث لرسالته الماجستير الخاصة به، واتاحها مع الجميع بشكل اوسع عن طريق استخدام الدي او اي. ايضا عندنا مثال اخر، يمكن كيف يمكن ان تدعم الدي او اي الصور وملفات الارشيف الوطني. هذه مثال على خريطة معينة او ملف صور معينة، ويمكن ان يدعم بشكل كامل عن طريق الدي او اي. تمام. ايضا لدينا في داتا سايت مبادره مهمه جدا لتسجيل اي جي اس ان اي ديز، او ما نسميه برقم العينه الدولي، وهو معرف لمنتج خاص يمكن ان يتم من خلاله الحصول على معرف دي او اي لمجموعه معينه من العينات الماديه، سواء كانت كائن مادي في اي تخصص. بدات الاي جي اس ان اي ديز في من خلال الاخوه الذين يعملون في مجال الجيولوجيا والصخور، وامتدت ايضا لتشمل طيف واسع من العلوم مثل الاخوه الذي يعملون في مجتمع النباتات أو الحشرات أو حتى مواقع التنقيب الأثرية أيضا. تمام. فده شيء مهم. بدأ المجتمع في الدول الأوروبية وأمريكا أيضا والدول المتقدمة تقوم بتسجيل دي او ايز لهذا النوع من العينات، وممكنك من خلال داتا سايت أيضا أن تقوم بهذا التسجيل. هذا سكرين شوت للطيف الواسع من المخرجات البحثية المختلفة التي يمكن لداتا سايت دي او ايز أن تدعمها، وهي بالفعل مسجلة في قواعد البيانات الخاصة بنا. عندنا طيف واسع من الداتا سيتس أو مجموعات البيانات، من الصور، من البري برينتس، من أيضا الكوليكشن والسوفت وير، وطيف واسع من المخرجات البحث العلمي يقوم الأعضاء بشكل كامل بتسجيلها والحصول على معرفات دي او ايز خاصة بها. الشق الآخر الذي نتحدث عنه هو وصل الأبحاث. لدينا منصة داتا سايت كومنز التي تمكنك من اتصال أو تكوين هذا المنحنى ما بين مختلف هذه الأوبجكت أو هذه الأشياء. فمن خلال داتا سايت كومنز التي تحتوي على أعمال قادمة من داتا سايت وكروس ريف، وأيضا تحتوي على ربط مع نظام أوركيد الخاص بالمعرفات، وأيضا نظام ار او ار اي دي الخاص بالمؤسسات، وأيضا النظام الريبوزيتوريز من خلال ري 3 ديتا أو مبادرة ري 3 ديتا. هذه من خلال داتا سايت كومنز يمكنك كباحث البحث عن داتا سيت معينة أو العثور عليها. أيضا نعرض معلومات خاصة بالمؤلفين وبالمعلومات الخاصة بالمؤسسات التي يعملون بها. أهمية استخدام الـ DOIs مع الـ Research Outputs المختلفة أنها تساهم بشكل أساسي في تعزيز الانتشار وقابلية الانتشار، مثل الانتشار في جوجل داتا سيت سيرش وهو إيكوال لجوجل سكولر ولكن فقط للداتا سيت. يمكن عندنا أيضا هذا المثال من كاوست ريسيرش ريبوزيتوري. معنا الأستاذ محمد اليوم هيحكي عن تجربة كاوست مع استخدام داتا سايت دي او ايز، وهذه المواد التي مخزنة في هذا المستودع مستكشفة على سبيل المثال في قاعدة بيانات دايمنشن من ديجيتال ساينس. عندنا مثال آخر لقواعد بيانات أخرى مثل بروك ويست وأوبن اير وخلافه، تمكنك عند استخدام الدي او ايز في زيادة الاستكشاف وتحسين قابلية استكشاف موادك المخزنة في مستودع الرقمي. داتا سايت أيضا هي عضو فاعل في المجتمع الأكاديمي. لدينا العديد من المبادرات الاستراتيجية مثل مبادرة ميك داتا كاونت لتطوير مقاييس للبيانات أو ديتا ماتريكس. نحن أيضا عضو فاعل ومشارك مع المجتمع في تطوير الـ RORID الخاص بالمؤسسات، الـ ID الخاص بالمؤسسات، ونحن مطور أساسي بشكل مادي ومعنوي أيضا في مبادرة ري3 ديتا لاستكشاف الديتا ريبوزيتوريز. سأنتقل الآن بشكل سريع لبرنامج داتا سايت للوصول العالمي. أطلقنا هذا البرنامج في فبراير عام 2023 عن طريق منحة مقدمة من تشان زوكربيرج إنيشيتيف لزيادة الاعتماد العالمي للمعرفات الدائمة وتحسين المساواة والوصول إلى البنية التحتية المفتوحة في مناطق إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا. هذا هو فريق العمل الخاص بالبرنامج، ولدينا مديرة للبرنامج وإخوة أخ في إفريقيا وأخ أيضا في أمريكا اللاتينية يغطون هذه المناطق المختلفة. لدينا 3 محاور رئيسية في داتا سايت: كومبريهنسيف ابروتش أو الأبروتش الشامل التي اتخذته داتا سايت لتغطية هذا البرنامج. نعمل على زيادة التوعية من خلال التعاون مع مؤسسات موجودة في المجتمعات المحلية بأهمية بناء هذه البنية التحتية الخاصة بالمعرفات الرقمية. نعمل أيضا على تحليل البنية التحتية التقنية وبناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية ومع مزودي هذه الخدمات أيضا. وأطلقنا حديث
حديثا برنامج ايضا للتمويل، لتمويل يوفر فرص تمويليه لمؤسسات تريد ان تبني هذه البنيه التحتيه او تبني مستودعات رقميه مفتوحه خاصه بها. في الشق الخاص بالتوعيه نعمل حاليا على تحليل الاحتياجات الخاصه بالفرص التعليم في كل منطقه، ونبحث عن فرص تعاون ونكتشف فرصه اطلاق برنامج داتا سايت امباسادورز او برنامج سفراء داتا سايت التطوعيين، ودراسات حاله من اعضائنا المحليين. اطلقنا مجموعه من الويبينارز، ويبينار في افريقيا او ندوه عبر الانترنت في افريقيا، وعملنا تعاون ايضا مع الاوبن ساينس ساوث ايشيا نتورك والانديان انستيتيوت اوف ساينس او معهد الهندي للعلوم في شهر يوليو، كان تعاون مثمر جدا. وهذه بعض الأمثلة للأنشطة التوعوية القادمة التي سنقوم بإطلاقها. عندنا ويبينارز أخرى قادمة بلغات مختلفة، ونشارك في بعض المؤتمرات في المنطقة العربية في الإمارات وفي مصر وفي أوغندا والصين ومختلف الدول. نعمل أيضا على من خلال الجلوبال أكسس بروجرام أو برنامج الوصول العالمي على زيادة البنية التحتية وتحليل المشهد البنية التحتية واستخدام منصات مختلفة لكل منطقة. نتعاون أيضا مع مزودي هذه الخدمات، ونعمل على بناء مجموعات محلية لتبادل الخبرات والمعرفة. هذه بعض التقارير الأولية. نعمل الآن على إنشاء أو عمل ريبورتس خاصة بالبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومختلف مناطق جاب بشكل عام، وهذه هي بعض الصور من روار وأوبن دوار. أيضا هذه بعض الصور الخاصة باستخدام منتجات بابليك نوليدج في المنطقة العربية منطقة الشرق الأوسط أيضا، وهذه بعض الأمثلة أو الرسومات التوضيحية للبنية التحتية المستخدمة حاليا للسيرفيس بروفايدرز في المنطقة العربية. سيتم مشاركة وإتاحة هذه الريبورتس بشكل كامل مع المجتمع الأكاديمي. في الشق الخاص بالتمويل نمكن المنظمات في جميع أنحاء العالم من جعل مخرجات أبحاثها قابلة للاستكشاف، ونعمل على توفير أيضا دعم مالي. وأيضا برنامج جاف هو جزء من برنامجنا للوصول العالمي، وهو متاح من خلال منحة تشان زوكربيرج إنيشيتيف. لدينا في برنامج التمويل 3 محاور رئيسية لتمويلها. المحور الأول هو خاص بأنشطة الخاصة بزيادة التوعية، وهذا التمويل يصل إلى 10,000 يورو في حالة رغبتك في عمل دورات تدريبية أو إنشاء مؤتمرات عن لزيادة الوعي في المنطقة أو في مجتمعك المحلي. الشق الآخر هو الشق الخاص بالبنية التحتية، ومقدار التمويل يصل إلى 20,000 يورو. يمكنك أن تستخدم هذا التمويل لبناء مستودع رقمي خاص بك أو تطوير هذا المستودع. الشق الثالث هو الشق الخاص بالديمونستريتورز أو الممثلون، ونبحث فيه عن مؤسسات وطنية تخدم مجتمع كامل، ويصل هذا التمويل إلى 50,000 يورو. يمكن لجميع المؤسسات الغير هادفة للربح سواء كانت جامعات أو وزارات تعليم عالي التقدم للحصول على هذا التمويل، سواء كانت مؤسسات جديدة أو قائمة بالفعل يمكنها التقدم، والتقدم مفتوح سواء كانوا أعضاء في كروسرف حال أعضاء في داتا سايت حاليين او اعضاء او غير اعضاء، يعني سواء كانوا منتسبين جدد او حتى غير اعضاء. في بدايه استقبال الطلبات سنستقبل الطلبات بدايه من 1 سبتمبر 2023، وستغلق الملف تقديم الطلبات 15 اكتوبر، وان شاء الله سيتم اعلان النتائج الفائزه المفروض يوم 15 ديسمبر، اعتذر عن هذا الخطا. ومده المشروع او التمويل ستكون من 1 يناير 2024 الى 31 ديسمبر 2024، وهذا هو الرابط الخاص بالتمويل للتقدم للحصول على هذا البرنامج. في النهاية أعتذر عن الإطالة، أدعوكم أن تكونوا جزء من التغيير، أدعوكم إلى تسجيل DOIs لمختلف مخرجات البحث العلمية والموارد الخاصة بكم، وتضمين أكبر قدر ممكن من بياناتكم الوصفية. شكرا جزيلا على الاستماع، سأقوم الآن بوقف العرض، وسنتطرق الآن للأستاذ رائد الزعبي الذي سيقوم بشرح دور المكتبات الأكاديمية في زيادة الوعي بالعلوم المفتوحة. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا رائد الزعبي، مدير المكتب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. سعيد جدا لتواجدي معكم، ويشرفني أن أكون مع الزملاء للحديث عن قضايا مرتبطة بموضوع هذه الندوة، وهو المعرفات الدامة بيتس. طبعا لماذا هذا الموضوع من أهمية في دعم الوصول العالمي لمجتمعات الباحثين في الوطن العربي؟
مشاركتي في هذه العجالة ستكون من خلال عرض توضيحي بعنوان العلم المفتوح وإضاءات على دور المكتبات الأكاديمية. بداية التعريف بالمكتبة بشكل عام ودورها بشكل شامل يقودنا للتفكير بتعريف مرتبط إما بالمحتوى الذي توفره هذه المكتبات والذي يتباين كما ونوعا من مكتبة عامة لمكتبة أكاديمية شاملة إلى مكتبة طبية إلى غير ذلك من مكتبات متخصصة. من جانب آخر أصبحت المكتبات بالحيز المكاني مكان للتفاعل سواء من خلال الأنشطة والفعاليات وتوفير التجهيزات اللازمة للتفاعل. بلا شك يبقى دور المكتبة الحيوي كوحدة المعلومات وبوابة للمعرفة على قدر كبير من الأهمية، وإن كان متطلبات هذا الدور طبعا تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى. أيضا مهم جدا التركيز على الخدمات التي توفرها المكتبات والذي يحكمها هذه الخدمات سياق عمل المؤسسة. على سبيل المثال المكتبات الأكاديمية على عاتقها دور كبير للتميز بالخدمات التي يتطلبها دعم عمليات البحث العلمي والتدريس. بالتركيز أكثر على التعريف بالمكتبات الأكاديمية ودورها تحديدا، كما تعلمون الدور التقليدي كان وما زال بتوفير المحتوى أو المنشورات للببليكيشنز بشقيها سواء مطبوع أو رقمي. كذلك الأمر توفير محركات البحث والاستكشاف، تكون هذه المحركات على قدر كبير من الدقة الشمولية للوصول للبيانات، لأهمية ذلك في تسهيل الوصول بداية وللكم الهائل المتزايد من البيانات والمصادر المعلومات. يجدر الإشارة هنا أن هناك حاجة ملحة لدى المكتبات الأكاديمية للعمل بديناميكية طريقة مبتكرة دوما، خصوصا أن متطلبات مجتمعات البحث والتعليم تشهد متغيرات كبيرة متنوعة ومتجددة على الدوام، خصوصا بالحقبة الأخيرة. هناك حاجة دوما لترسيخ دور المكتبات الأكاديمية الحصري كبوابة للمعلومات وبالاتجاهين باي دايركشنال، تسهل من جهة وصول مجتمعات البحث العلمي والتعلم لديها للمعلومات الموجودة خارج المؤسسة لدى الناشرين ولدى مؤسسات بحثية أخرى، كما تسهل بنفس القدر وصول النظراء لهذه المؤسسات وللباحثين إلى المحتوى البحثي والتعليمي الذي يكون متوفر لدى المؤسسة في المنصات أو المستودعات الرقمية لدى هذه المؤسسة. أثرت اقتباس تعريف شامل وغني للعلم المفتوح من التوصية التي تم اعتمادها باللغة العربية لإعلان منظمة اليونسكو عن العلم المفتوح تحديدا، والذي صدر في شهر سبتمبر من العام 2021. يهدف هذا الإعلان إلى تكافؤ الفرص بين الشعوب والمجتمعات والتعاون فيما بينها. هذا التعريف ليس بالبعيد عن الأدبيات المتداولة بخصوص تعريفات العلم المفتوح، الذي هو أي العلم المفتوح مفهوم شامل يتعدى المحتوى من المعارف العلمية ليشمل البنى التحتية، ولعل الحوسبة السحابية عنوان عريض لهذه الجزئية. هناك أيضا تركيز على مواضيع الاتصال شبكات البحث والتعليم، مهم جدا هذا الجانب. كما لا يغفل التعريف انخراط مجتمعات البحث في التعاون فيما بينها عن طريق الساينس دبلوماسي والساينس انجيجمنت. أعتقد أنه مهم دوما التفريق ما بين العلم المفتوح كمفهوم open science والوصول المفتوح أو ما يعرف بالوصول الحر open access. فالعلم المفتوح كما أسلفت هو مفهوم شامل وطيف واسع، أحد مكونات هذا الطيف هو الوصول الحر والقضايا المرتبطة به وتفاصيله. كما تلاحظون من هذا خلال هذه الشريحة مدى شمولية واتساع هذا الطيف، لا يقتصر فقط على موضوع الأوبن أكسس. عمليا المكتبات الأكاديمية من فترة أصبحت منخرطة بالعديد من الممارسات المرتبطة بالعلم المفتوح، منها على سبيل المثال الحصر الأمور المرتبطة بالوصول الحر. الوصول الحر هذا خيار أصبح مفضل لدى الجامعات والمؤسسات البحثية وللأفراد. وصول حر وبالعكس يعني citations أكثر، visibility أكثر، وهذا مهم جدا. مسارات التصنيف فتح آفاق للتعاون للكولابوريشن مع النظراء سواء جامعات مؤسسات بحثية أو أفراد باحثين في مختلف دول العالم. أيضا المكتبات الأكاديمية لها دور في خدمات النشر
وربما بعض المكتبات له دور في إعداد منصات النشر، بعض الآخر دوره في إجراء تسجيل المجلات، في إضافة إلى قواعد البيانات المتخصصة بالاستكشاف والعمل الرانكينج والإيفاليويشن للكونتنت وللمجلة نفسها، مثال مثل سكوبس كلاريفيث. بعض المكتبات عنده إجراءات في تطوير وإعداد السياسات، ولا يخفى على أحد أن العديد من المكتبات الأكاديمية أصبحت هي الجهة التي توطن فيها المستودعات الرقمية للمؤسسة. لتوضيح دور المكتبات الأكاديمية في دعم العلم المفتوح بشكل صريح وواضح، فدور المكتبات الأكاديمية ومراكز المعلومات في دعم العلم المفتوح هو واضح وصريح ومعلن في الإعلانات الرسمية. مثال على ذلك ما ورد في إعلان اليونسكو، الدور المطلوب للمكتبات والعاملين بالمكتبات ومراكز المعلومات أخصائي المعلومات واضح ومذكور بشكل صريح. الدور بطبيعة الحال المطلوب لعبه هو دور الممكن الانيبلر، وهذا بالمناسبة يعني دور شامل غير تقليدي. على كاهل العاملين بالمكتبات ومراكز المعلومات بلزمهم دوما التحلي بروح المبادرة، العمل بطرق إبداعية متجددة. طبعا العمل ضمن بيئة العلم المفتوح، هناك دوما العمل في أي بيئة جديدة يتطلب مهارات وكفايات. ما يخص بيئة العلم المفتوح للأمانة يعني غالبا هذه المهارات والكفايات قد لا تكون موجودة في العديد من المكتبات الأكاديمية في منطقتنا. هذا بالتأكيد عنده تضافر للجهود في دعم العاملين في المكتبات، نشر الوعي لديهم، توفير برامج تدريبية شاملة. يعني أشير لبعض هذه المهارات على سبيل المثال في هذه الشريحة، هي على سبيل المثال للحصر. هناك مهارات كفاية تتعلق بالبيانات الوصفية والمحتوى الرقمي بالذات. موضوع الدائم البيت بشكل كبير جزئي مثل الميتاداتا، هو ارتباط مفتوح مع متطلبات الممول. في عديد من دول العالم أصبحت معايير من ضمن هذه الارتباطات البيانات، وما عاد بالدرجات فقط تكتفي بحث في علمي. هناك حاجة توفر كاملة أيضا مطلوبة معرفة تعطي انسايتس عن يعني فرص التمويل، فرص الكولابوريشن وورلد وايد. هاي من جهة أخرى يعني المكتبات بيلزم دوما يعني يكون انفولد بطريقة أو أخرى بالمشاريع بالمبادرات. هاي المشاريع والمبادرات بالنهاية راح يكون في تعاون في شراكات. وبلا شك يعني من المهارات الدائمة والمستمرة لدى العاملين المكتبات المهارات الفنية، المهارات الفنية بطرق معالجة نظم الاستكشاف إدارته وتمكين استخدامه بالشكل المناسب، قضايا مرتبطة بالنشر، قضايا مرتبطة بالحفظ وغيره من المهارات الفنية. عن الحديث عن مفهوم الفير أو الداتا فيرنس بشكل أو بآخر، موضوع متشعب ومطول، ولكن بمناسبة الحديث عن موضوع اليوم وموضوع أنظمة الاستكشاف وخصوصا الآلية اشتراطات التمويل للأبحاث، بعض المؤسسات أو بعض الجهات اللي توفر التمويل تشترط أنه تحقيق معايير الفير أو داتا فيرنس. وهي باختصار يعني هي كلمة جاءت من 4 كلمات to be findable، وهذا المفهوم مرتبط بغنى البيانات الوصفية الميتا داتا، وخصوصا توفر المعرفات الدائمة بتس لموضوع هاي الجلسة. ايه من جاي من accessible يمكن الوصول إليه سواء وصول حر مفتوح أو وصول مقيد للبيانات من خلال بروتوكولات معتمدة ستاندرد. اي من interoperable تكامل مع أنظمة الحصاد والاستكشاف الـ Harvesting والـ Discovery Systems للبيانات والمحتوى، والـ R جاي من Reusable بالطبع هاي الفيشر لغايات الاستفادة والبناء على البيانات لمواضيع البحث المتشابهة والمشتركة.
النقطة الأخيرة اللي حاب أتكلم فيها اليوم بالنسبة للحديث عن الفير لموضوع البيانات بشكل عام. البيانات بشكل عام ممكن تحقق معايير فير فقط، ممكن أن تكون متاحة بوصول حر فقط لأوبن أكسس، والأفضل طبعا في جميع الأحوال أن تحقق المتطلبين معا، يعني نقطة التقاطع، يعني كل ما تسعة نقطة التقاطع تكون فير وأوبن داتا أو أوبن أكسس. هذا الموضوع هو يعني فيه فائدة عظيمة للتعاون ما بين مجتمعات البحث. في الختام أشكر لكم حسن استماعكم، آمل أن أتمكن من التواجد معكم أونلاين خلال فترة الأسئلة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد رائد على هذه المعلومات المهمة والقيمة، وبالتأكيد المكتبات الأكاديمية لها دور مهم في بناء أنظمة البنية التحتية الخاصة بالعلوم المفتوحة في منطقتنا العربية. الآن سننتقل إن شاء الله إلى الأستاذ محمد بعيثة، مدير الأرشفة والخدمات الإلكترونية في جامعة الملك عبد الله، وسيتحدث عن دراسة حالة للمستودع الرقمي الخاص بالمؤسسة بعد دمجه مع داتا سايد دي وايز. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محمد، ما أدري الشريحة واضحة؟ واضحة، ممتازة. طيب، السلام عليكم جميعا، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أولا أتوجه بالشكر لداتا سايت والأستاذ محمد على تنظيم هذه الندوة المهمة، واللي بصراحة يعني من الأشياء اللي تحتاجها المنطقة مثل هذه المحاضرات أو الندوات اللي تجمع المكتبات وتجمع الجامعات في مكان لمناقشة تطورات الواجب على الجامعات في منطقتنا، العمل على الاستفادة منها ودمجها في منظومة التكامل لعمليات البحث وعمليات مشاركة الأبحاث. اليوم إن شاء الله راح أستعرض معكم بشكل مبسط تجربتنا في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في إنشاء المستودع الرقمي، ولماذا كان هناك احتياج للدي او اي والمعرفات الدائمة، كيف تم عملية دمج هذه المعرفات، والأثر الناتج من هذه العملية سواء كان على مستوى الباحثين أو على مستوى الجامعة ككل. بداية أحرك الشريحة، فراح يكون إن شاء الله نقاشنا أو مداخلتي في 3 محاور رئيسية: المستودع الرقمي لأبحاث الجامعة، استخدام المعرفات الدائمة ودورها، ثم نتائج التطبيق وأثرها. المستودع الرقمي، طبعا جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية هي جامعة بحثية أنشئت في عام 2009 مرتكزة على الأبحاث وعلى الدراسات العليا لمرحلة الماجستير والدكتوراه. افتتحت الجامعة في 2009 وكان تخريج أول دفعة من طلاب الجامعة في 2010. وهنا بدأت القصة. اتخذت الجامعة في ذاك الوقت قرار بأنه رسائل الجامعية راح تكون موجودة بشكل إلكتروني فقط، وسيتم أرشفتها وإتاحتها بشكل إلكتروني، وفجأت الحاجة لإنشاء مستودع رقمي لهذه الرسائل الجامعية. بدأنا في إنشاء المستودع الرقمي في 2011، وكان بداية العمل متركز على بناء السياسات والإجراءات التنظيمية سواء كان إجراءات الأكسس أو الكوبي رايتس أو غيرها اللي هي يخص هذا العمل اللي سيتم إتاحته عبر المستودع الرقمي. في 2014 أو بداية نهاية 2013 تم تشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس والمكتبة وعدة لجان في الجامعة لدراسة سياسة الوصول الحر. وفي يونيو من 2014 تبنت الجامعة بقرار أكاديمي سياسة الوصول الحر لمنتجاتها أو لمخرجاتها العلمية، وذلك يشمل طبعا الجورنال ارتكلز والكونفرنس بيبر والبوك والبوك شابترز. في راح نطلع سريعا على السياسه ودور المكتبه فيها. فكانت من هنا الحاجه اللي اولا ايجاد هذه المخرجات العلميه وتنظيمها، وكان تركيز المكتبه على اضافه قيمه للعمليه البحثيه. اذا كان الباحث ينشر المقال في مجله علميه وكان المستودع الرقمي فقط سيعيد نشر نفس المقال بنفس الآليات ونفس الوضع اللي تم نشره في المجلة الإلكترونية، فسيكون هناك حافز أقل للامتثال هذه السياسة. فكان توجه المكتبة لإيجاد added value أو قيمة مضافة من هذه العملية. فكانت أول خطوة هي الانضمام لأوركيد، وكان ذلك في منتصف أو في بداية عام 2015،
وتم ربط المستودع الرقمي للجامعه بنظام اوركيد، واللي هو الاصدار المعرفات، وذكر الاستاذ محمد في بدايه الندوه اللي هو الاصدار المعرفات للباحثين. ثم انطلقنا في عمليه تقييم الاداء، وجدنا ان هناك احتياج لايجاد معرفات دائمه للنتاج العلمي الرئيسي اللي هو المقصود فيه، الذي لم يتم نشره في اماكن اخرى مثل الرسائل الجامعيه او التقارير اللي تصدر من الجامعه. هذا يعتبر نتاج موجود فقط في المستودع الرقمي، فكان هنا الحاجه لانضمام لداتا سايت. ففي 2018 جامعه الملك عبد الله انضمت الى داتا سايت، وتم ربط انظمتنا اللي هي في المستودع الرقمي بداتا سايت، وراح اشرحها بشكل موجز. في 2000 تقريبا و20 بدأنا في دراسة البيانات البحثية واحتياجات الجامعة للبيانات البحثية. طبعا الجامعة كجامعة لديها البنية التحتية للبيانات الضخمة، ولكن عملية نشر هذه البيانات وإتاحتها كانت غير مكتملة، وكان هناك دور أو فرصة للمكتبة لسد هذا الفراغ وتقديم خدمات لنشر البيانات البحثية، وراح أذكر فيها بعض الأمثلة. الآن في 2023 بدأنا في عملية تحديث للبنية التحتية للمستودع الرقمي، وزي ممكن بعضكم سمع في الأخبار أو في وسائل التواصل في الفترة الماضية، الجامعة أطلقت استراتيجية جديدة من سمو سيدي ولي العهد إلى 2030، فكان واجب علينا أن نرجع ونعيد دراسة البنية التحتية والخدمات المقدمة وكيف راح تتوافق هذه الخدمات مع وضعنا الحالي، ووضع خطة إلى للخدمات التي سيتم تقديمها إلى 2030 إن شاء الله. زي ما ذكرت، في 2014 تبنت الجامعة سياسة الوصول الحر. في نقاط مهمة ذكرت في السياسة، وهي اللي كانت الحافز للجامعة للمكتبة بالقوم بهذا الأداء أو هذا الدور. ذكرت السياسة موجودة متاحة على موقع المكتبة باللغة الإنجليزية، ذكرت أنه يجب على الباحث إيداع نسخة إلكترونية من المقال في أقرب وقت ممكن وبمدة لا تتجاوز تاريخ النشر كدور للباحث أو المؤلف. ودور المكتبة هو وضع خطة لتنفيذ ومراقبة الامتثال لهذه السياسة ومراعاة الالتزامات بحقوق النشر وبأسلوب يكون مريحا لأعضاء هيئة التدريس. وهنا كانت المحفز للمكتبة بالقوم بجميع أو مجموعة من الإجراءات لجعل هذه العملية أكثر سلاسة وأريحية لأعضاء هيئة التدريس. انضمنا إلى أوركيد في 2015 وربطنا جميع أنظمتنا بأوركيد. أطلقنا مبادرة اللي هي تسجيل أوركيد أو تسجيل المستودع الرقمي عن طريق إنشاء صفحات خاصة فينا وإنشاء أدوات ربط بين المستودع الرقمي اللي هو على دي سبيس بمنصة أوركيد، أوركيد أي بي آي، وتم استخدام أوركيد في التفاعل وفي عمليات الربط بالأنظمة الداخلية في الجامعة، وراح أذكرها إن شاء الله في سلايد لاحق. وكانت يعني تجربة ناجحة، وصلنا تقريبا 98% من أعضاء هيئة التدريس امتلكوا أوركيد، وبدأنا نتجه إلى الطلاب والباحثين البوست دوك والريسيرش ساينتست. ووضعنا سياسة أنه جميع الرسائل الجامعية اللي يتم تسليمها من 2016 يجب أن ترفق معها الأوركيد أي دي. لو تبحث الآن في المستودع الرقمي راح تجد أنه جميع الرسائل الجامعية للطلاب تقريبا من 2017 محتوية على الأوركيد أي دي. وتم تطوير أدوات لعمليات الربط، وهذه الأدوات متاحة بشكل open source، مصدر مفتوح يمكنك الاستفادة منها. حاليا بتدعم المستودعات الرقمية اللي هي على الدي سبيس النسخة الخامسة أو النسخة السادسة، وذكرناها في لقاءات سابقة، وهنا بعض الروابط اللي راح تفيدكم إذا كنتم مهتمين في عملية الربط بورك. الخطوة اللي بعدها كانت عملية إصدار الـ DOI أو المعرفات الرقمية. الرسائل الجامعية كانت هي البداية، وبدأنا في إنشائها، ونفس اللي ما تم في أوركيد تم مع الداتا سايت. طورنا أدوات لربط المستودع الرقمي بمنصة داتا سايت، وضمننا التسجيلات اللي تم نشرها في الداتا سايت الأوركيد آي دي للباحثين، وجعلناها خدمة تفاعلية أكثر. بعض المجموعات الموجودة في المستودع الرقمي لا تحتاج إلى معرف آخر، يعني مثلا إذا كانت مقالة منشورة سابقا فما نحتاجنا نحن راح ننشر لها دي أي ثاني، فهذا عملية ما أخذ بعين الاعتبار والمحافظة على السيتيشن. أيضا الأداة اللي استخدمناها أو اللي طورناها
في عملية الربط بين المستودع الرقمي ومنصة داتا سايت أتيحت بشكل مفتوح المصدر، وهذه الروابط ممكن تفيدكم إذا كنتم مهتمين في هذه عملية الربط. طورنا نظام داخلي لعملية الجمع الآلي للإنتاج الأكاديمي والبحثي، أيضا منشور في مستودعنا الرقمي سواء التجربة أو الروابط الاستفادة من هذه المنصة، وهي أيضا مفتوحة المصدر. جميع المقالات، جميع ما ينشر من منسوبي الجامعة بنحصل على الميتاديتا عن طريق هذه المجموعة من المنصات الموجودة على الجهة اليمنى اللي هي منصات النشر، وثم تدخل على خوادم المكتبة يتم عملية إضافة الأوركيد آي دي إذا كان مسجل، إذا كان نملك الأوركيد آي دي للباحثين، وإذا كانت الشيء اللي تم جمعه يمتلك ديو آي فما راح يصدر له ديو آي، إذا ما كان له ديو آي فراح يصدر له ديو آي، إذا كانت رسالة جامعية طبعا راح يصدر لها بديفولت، إذا كانت عبارة عن داتا سيت أو بيانات بحثية راح يصدر لها ديو آي باي ديفولت. من ثم تم عملية الاستفادة من هذا الكم من المعلومات وربطه في الأنظمة الداخلية، مثلا المواقع الخاصة بالمشاريع أو المواقع الخاصة بالنشر، ربطنا مثلا المجموعة الخاصة بالرسائل الجامعية بمنصة الرسائل الجامعية العالمية المفتوحة أو الـ Open Access Thesis and Dissertation Platform. داخليا داخل الجامعة هناك عدة أنظمة تحتاج كجزء من عملية التقييم فيها إلى النتاج العلمي أو المخرجات العلمية في عملية التقييم، أيضا تم ربطها، فأصبح الباحث يجد أريحية في عملية هذه الأنظمة، عملية التقييم نفسها. مثلا في نهاية السنة بيكون في تقييم لأعضاء هيئة التدريس، والتقييم شامل ولكن من جزء منه المخرجات العلمية، بمجرد أنه بيدخل الأوركيد آي دي راح يحصل على جميع النتاج العلمي في هذه السنة في أنظمة التقارير. وأيضا عندنا مجموعة من المشاريع التجريبية أو البحثية، وهي عادة بتكون مرتكزة لإضافة خدمات إضافية للمستودع الرقمي أو المكتبة، وأيضا تم الاستفادة من المستودع الرقمي في هذه المشاريع. وهناك أيضا في المستودع الرقمي راح تجدون بعض الشرائح وبعض المعلومات الإضافية عن هذه المشاريع. راح أذكر مثال للتسجيل موجودة على المستودع الرقمي، هذه تسجيل بيانات بحثية مأخوذة من المستودع الرقمي، تجد في الجهة اليسرى الـ Orchid ID Assigned أو المعرف الخاص بالباحث، أضيف لكل باحث شارك في إنشاء هذه البيانات البحثية، وأيضا أصدر DOI أو معرف دائم لنفس البيانات البحثية. هذه واحدة من البيانات الضخمة اللي تم نشرها عبر المستودع الرقمي، وتحتوي على عدة أجزاء، ونلاحظ أن كل جزء منها حصل على معرف دائم خاص فيه، وفي نفس الوقت ككل كمجمل البيانات حصلت على معرف دائم. هناك عدة ممارسات في عملية إضافة المعرفات الرقمية. نفس التسجيلة لو رحنا على منصة أوركيد مثلا، راح تجد أنه تم إضافتها للباحثين داخل منصة أوركيد، وموجود لها الـ DOI اللي راح يوصلك إلى هذه البيانات. وبنفس الطريقة لو رحنا على منصة الـ DOI عفوا الـ Data Site، راح تجد نفس المعلومات وتقدر تحصل فيها على توصل إلى نفس البيانات اللي تم نشرها. فهذه راح زادت انتشارها وزادت الإمباكت على المخرج العلمي. الآن وصلنا تقريبا إلى 32 أو 33 ألف تسجيلة في المستودع الرقمي، وصل عدد الداونلود أو التحميل أو التنزيل على هذه الموجودات على المستودع الرقمي أكثر من 3.5 مليون تنزيل من جميع أنحاء العالم، وهذه عينة من بعض الأشياء اللي بيتم جمعها وبيتم أرشفتها في المستودع الرقمي. طبعا المقالات المحكمة والأوراق المؤتمرات والكتب هذه تشملها الأوبن أكسس بوليسي أو تندرج تحت الأوبن أكسس بوليسي، لكن هناك أيضا مجموعات أخرى مثل الرسائل الجامعية أو الأبحاث الممولة، التقارير الفنية، براءات الاختراع، هذه لا يشملها الأوبن أكسس بوليسي، ولكن تم عملية جمعها وتم إضافتها لأن بسبب القيمة المضافة اللي بيضيفها المستودع الرقمي للمخرج العلمي. وصلنا في تطبيق سياسة الوصول الحر في آخر 3 سنوات تقريبا إلى أعلى من 85% بالنسبة الامتثال، وأحب أنوه يعني نسبة الامتثال ارتفعت بسبب
القيمة المضافة اللي بتقيمها المستودع الرقمي ليس بسبب السياسة بذاتها. هذه بعض الإحصائيات من الأوركيد أو من ديتا سايت على استخدامنا ونوعية الأشياء اللي بيتم ربطها أو مين المستفيدين اللي بيتم خدمتهم في عمليات الربط. هذه برضه جزئية مهمة. الرسائل الجامعية متاحة فقط على المستودع الرقمي. حصلت الرسائل الجامعية فقط من المستودع الرقمي على أكثر من 550 ألف تنزيل، نتكلم عن 2200 تقريبا رسالة علمية، يعني متوسط الداونلود للرسالة أو متوسط التنزيل للرسالة الواحدة تجاوز 250 تنزيل، وهذا رقم عالي. طبعا في بعض المصادر اللي بتفيد في عملية الاستشهادات، فهنا مصدرين، مصدر من جوجل سكولر ومصدر من سيمانتيك سيرش، بيشرح أو بيوضح عملية الاستشهادات اللي حصلت عليها الرسائل الجامعية والسنوات اللي حصلت فيها عليها. هذا بشكل موجز، في تفاصيل طبعا كثيرة وإن شاء الله يتسع النقاش لها، أو تواصلكم معنا في طرق مختلفة وإن شاء الله راح نقدر نفيدكم فيها. هذه بعض الأشياء اللي ذكرتها، بعض المراجع اللي ممكن تستفيد منها في عملية التوسع فيها في بعض الأجزاء اللي ذكرتها في المنشور. والتواصل معنا نسعد فيه ونرحب بكم، وشكرا جزيلا وآسف على الإطالة. جزيل الشكر أستاذ محمد على هذا العرض الممتاز عن دراسة حالة لمستودع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا وربطه ببنية التحتية الخاصة بداتا سايد وأوركيد أز ويل. عرض ممتاز، شكرا جزيلا. الآن سننتقل إلى الشق الأخير وهو العرض الخاص بدكتور البتول، والتي ستتطرق إلى أهمية هذه المعرفات الدائمة للباحثين الأكاديميين في زيادة انتشار أبحاثهم. العرض مسجل لعدم متواجدة في فترة الـ Q&A. السلام عليكم ورحمة الله. شكراً داتا ساينس على الاستضافة، الأستاذ محمد للتنظيم. جداً جداً سعيدة بوجود اهتمام متزايد في العلوم المفتوحة في أهميتها في الوطن العربي. طبعاً في البداية أعرف بنفسي، باختصار اسمي بتول مرزوق، خلفيتي أكاديمية في علم الأحياء الحاسوبي في الجينات Computational Biologist by Training، حالياً مستقرة في ليفربول بريطانيا. أعمل ضمن الألين تورينج إنستيتيوت، هي المؤسسة الوطنية للذكاء الاصطناعي في بريطانيا، وضمن برنامج ينظر في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الصحية في 27 جامعة في بريطانيا. طبعاً جزء من هذا العمل هو مساعدة هذه الجهات الحكومية وهذه المؤسسات وهذه الجامعات في تبني العلوم المفتوحة لتحويل المخرجات العلمية إلى مخرجات لها تأثير واقعي في النظام الاجتماعي في النظام الصحي ضمن إطار العلوم المفتوحة. طبعاً خارج أوقات عملي الرسمية سعى طلاب دراسات العليا الباحثين العرب في الاستفادة من أسس العلوم المفتوحة ضمن مجتمع أسسته اسمه مجتمع العلوم المفتوحة، راح أتطرق إليه وأتكلم عنه في النهاية باختصار جداً شديد. أيضاً أني باحثة تابعة لجامعة ليفربول ضمن الأوبن ساينس إكسبرت جروب لرابطة اتحاد الجامعات الدولية، أيضاً أحد المتحكمين لأينشتاين فاونديشن برلين من ألمانيا. طبعاً قبل ما أتناول المعرفات الدائمة أريد أعطي مقدمة بسيطة عن سبب الاهتمام المتزايد بالعلوم المفتوحة اللي عرفها من قبل الأستاذ رائد والأستاذ عيسى. طبعاً أريد أشدد وألفت الانتباه إلى ظاهرة في العلوم المنشورة اسمها Replication Crisis، بما معنى أزمة إعادة الإنتاج المتواجد في الوسط العلمي. طبعاً وشنو معناتها هذه ببساطة؟ عندنا مشكلة في الوسط العلمي، هذه المشكلة أن من الصعب أو حتى غير الممكن إعادة تكرار مجموعة أو نخبة كبيرة من الدراسات أو النتائج الأصلية المنشورة في مجلات عالمية. طبعاً هذا يعتبر شيء جداً مهم، لأن معناه أنه غير ممكن لبناء نتائج جديدة فوق نتائج قديمة، وإذا ما نقدر نبني نتائج جديدة فوق النتائج القديمة لأن ما نقدر نعيد إنتاجها، العلم تراكمي، إحنا نبني على نتائج من سبقونا. طبعاً في قصص كثيرة في الوسط العلمي، مثال بسيط، هذه الدراسة في نيتشر تتكلم عن تخصصات مختلفة، كيمستري، بيولوجي، فيزيكس، ميديسين، انفايرومنت،
سويت سيرفي، أخذت مجموعة علماء وسألتهم عدة أسئلة. إذا أخذنا على سبيل المثال البيولوجي، علماء الأحياء، ما يقارب 80% منهم مو فقط أقروا أنهم فشلوا في إعادة إنتاج أوراق علمية منشورة، لكن 60% منهم أيضاً أقروا أنهم ما يتمكنوا من إعادة إنتاج دراساتهم الشخصية المنشورة. يعني هو إذا نشر ورقة قبل 6 أشهر أو حتى ما نشرها، سوى دراسات قبل سنة، لما يجي يرجع يبعيد إنتاج هذه الدراسات ما يتمكن. هذا الشيء جداً يعني ظاهرة موجودة في الوسط العلمي. يعني في دراسات جداً كثيرة تتكلم مثلاً عن علماء وبريكثرو سابقاً توقعناها مثلاً في الفيزيكس، في الستيم سيلز، بالنهاية طلعت إنها دراسات لا يمكن إعادة إنتاجها. أي شخص دخل لاب من جديد أو توه طالب دكتوراه، هذا المشهد لازم يكون مألوف عنده. لما يجي يحاول يجرب إعادة تجارب منشورة من قبل اللاب سابقاً، أو عمل عليها أحد البوستك من قبله، يعيد تطلع على نتائج جداً مختلفة. طبعاً لما نتكلم عن هذه المشكلة، هذه المشكلة انعكاساتها تتعدى الوسط الأكاديمي، لها انعكاسات اقتصادية جداً كبيرة. أموال كبيرة تضيع في دراسات لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع، في علم الأدوية، في الجينات، في الذكاء الاصطناعي، في السايكولوجي، في الطب. والحل الوحيد لهذه المشكلة هو انتهاج أسس مختلفة في البحث العلمي. هذه الأسس احنا نعرفها بأسس العلوم المفتوحة في النشر أو المشاركة العلمية. اللي أريد ألفت الانتباه إلى أن هذا الشيء دفع كيانات كبيرة عالمياً تنتهج أو تتبنى هذه السياسات وهذه القواعد، هذه البنية التحتية المبنية على العلوم المفتوحة. ناسا عندها نشاطات جداً كبيرة بدأتها العام الماضي، وتسمي العام الحالي سنة العلوم المفتوحة، بنت مناهج مفتوحة لتدريب طاقمها في العلوم المفتوحة. أيضاً اليونسكو لها نشاطات كبيرة، عندها اليونسكو Recommendation for Open Science والWaken Groups اللي وقعت عليها الدول العربية منها السعودية. حالياً أيضاً رابطة اتحاد الجامعات الدولية والمؤسسة من قبل اليونسكو أسست ما يعرف بالOpen Science Expert Group عشان تعزز تبني العلوم المفتوحة في المؤسسات والجامعات العالمية. اللي أريد أقول أن هذا توجه عالمي، هذا التوجه كله يصب في استثمار ضمن تبني العلوم المفتوحة في الجامعات والمؤسسات. طبعاً إحنا عرفنا كل هذا، لكن السؤال وشنو ربط العلوم المفتوحة بالمعرفات الدائمة؟ كيف تستخدمها؟ طبعاً هذا موضوع مطول وما يمكن اختصاره وتبسيطه في 5 دقائق، لذلك راح أعطي مثال جداً بسيط. هذا المثال يمكن أقرب للطلاب والباحثين. طبعاً العلوم المفتوحة لما نتكلم عنها هي مظلة جداً ضخمة لمفاهيم كبيرة، يعني تشملها open hardware, open source, open education resources, open workflows. عشان لا يضيع الحاضرين في الجارجنز، يعني ما راح أدخل فيها، راح أتكلم عن أهم أساس في العلوم المفتوحة، هو أنه يشجع على الإفصاح عن جميع مراحل العملية البحثية. بمعنى آخر، أي بحث علمي، طبعاً أي بحث علمي يبدأ بريسيرش ايديا، يبدأ بفكرة. هذه الفكرة تبدأ تنضج، وبناء عليها نخطط للدراسة لأدواتها. بعدها نحتاج داتا، فنبدأ نكون أو نجمع هذه الداتا، وتجميع الداتا قد يأخذ واحدة يعني وقت جداً طويل. بعدها نجي نسوي بروسيسنج للداتا، نعالجها، ننظفها. بعد كل هذا نبدأ الستدي مالتنا، ونبدأ الأنالسيز مالتنا، ونطلع النتائج مالتها، ونبدأ نسوي لها ببليكيشن. من هذه الإشكالية إن عدد التجهيز للدراسة وأدواتها يأخذ وقت أكثر من الدراسة ذاتها، لكن هذا الجزء الضخم لا يذكر، هذه السلسلة كاملة لا تذكر في النشر العلمي أو تذكر باختصار جدا شديد. معظم المجلات العلمية للأسف الشديد كانت سابقا يعني تهتم فقط بالنتائج الإيجابية. طبعا أي دراسة فيها نتائج إيجابية نتائج سلبية، لكن عادة السلبية هذه لا تنشر. كيف تحصلنا هذه البيانات؟ عالجناها، سويناها بروسيسينج، وين موجودة؟ هل هي موجودة في ريبوزيتوري؟ هذا كله غير موجود. هذا يجعل جزء كبير من الدراسة يجعل إعادة إنتاجها جدا صعب.
طبعا في الحين توجه مختلف في المجلات العلمية تعطي شروط حاليا ان الداتا تدخل ريبوزيتوري، مثلا البروتوكول ايضا يدخل ريبوزيتوري بتفصيل اكبر، طبعا راح نتكلم عن هذا بعد شوي. لكن احد الاسباب ايضا اللي تدعو واجد من الباحثين اللي عنده قلق ان ينشر كامل المراحل العلمية الى البحث ماله، هو ان يقلق ان تضيع الملكية الفكرية لبحثه. وأنا متكلم عن الملكية الفكرية اللي أتكلم عنها باختصار جدا شديد، لكن أفهم أن بعض هذه المفاهيم غير صحيحة، في سوء فهم لما نتكلم عن معنى أو تطبيق العلوم المفتوحة. العلوم المفتوحة ما معناته أن الشخص ينشر ويترك أي شيء، مثلا يعني عندي داتا أروح أحطها في النت وأتركها وحين أقول أن هذه الداتا open data، هذا غير صحيح. الداتا ما هي open إلا إذا كان معاها يتبعها رخصة مفتوحة. رخصة وش تقول لي؟ رخصة تعلمني أو تقول لي عبارة كيف الآخر يستخدم هذه الداتا؟ هل مسموح له يستخدمها في شيء تجاري؟ هل مسموح له يعدلها؟ هل مسموح يستخدمها في التعليم؟ كيف يستخدمها؟ طبعاً رخص مو شيء يكتبه الإنسان، في رخص جداً مشهورة، في رخص جداً مشهورة وراح أتكلم عنها بعد شوي. وهذه الممارسات العلم المفتوحة تعزز على حماية الملكية الفكرية، تشجع على جعل جميع المخرجات العلمية متاحة لاستشهادها. طبعا عشان يستشهد بها راح نستخدم شيء ثاني وهي المعرفات الدائمة، لكن هذه ما راح تكون موجودة بدون ما يكون في عندنا رخصة مفتوحة. أشهر الرخص المفتوحة ما يعرف The Creative Commons. طبعا في أشكال وألوان يعتمد على نوع المخرج الأكاديمي تكون نوع الرخصة، مثلا الكود ما نستخدم معاه Creative Commons، نستخدم معاه رخص مختلفة. لكن لما يكون عندنا داتا، لما يكون عندنا Education Resources، لما يكون عندنا Papers، هذه العادة نستخدم معاه Creative Commons. طبعا Creative Commons أيضا أشكال، يمكن أشهرها CC BY، وهذا اللي أيضا يضاف إلى معظم الأبحاث المنشورة. لكن في أيضا CC BY NCND Non-Commercial اللي يسمح للآخرين أنهم يستخدموا العمل، لكن بالشرط لازم ذكر المصدر وعدم استخدامه لأغراض تجارية. طبعا في بعض الحالات يمكن الأشخاص أيضا استخدام محتوى محمي بحقوق النشر بموجب ما يعني فيها نشاط فنيه. طبعا أهم المعرفات البحثية يمكن أشهرها هو DOI أو Digital Object Identifier، طبعا ما يحتاج تعرف شنو معناته، لكن هذا ببساطة عنوان خاص مميز مثل الهوية للبيانات أو الكود أو البروتوكول أو الورقة العلمية في الإنترنت. نقدر ناخذ هذا الرقم أو اليونيك آي دي ونحطه في URL، راح على طول يودينا إلى هذا الورقة العلمية أو البروتوكول. طبعا في أنواع مختلفة من المعرفات مثلا الأوركيد، هذا رقم مميز للباحث ما راح أدخل فيه أكثر هنا، لكن أريد فقط أفهم أن المعرف المستدام عادة يحمل معلومات مهمة عن المورد، يعني مثل المؤلف، العنوان، التاريخ، معلومات تفيد تحديد الهوية بشكل فريد. أيضا هو يساعد في ضمان الاستشهاد الصحيح أو الدقيق المصادر المستخدمة في الأبحاث في الأعمال الأكاديمية. طبعا كيف نورد وكيف نطلع علينا DOI؟ مثلا نستخدم أشياء، نستخدم مبادئ اسمها الـ Fair Principles، ما راح أفصل فيها، متأكدة فصلوا فيها قبلي. أيضا نستخدم ما يعرف المستودعات الرقمية عشان نولد هذه المعرفات الدائمة. طبعا هذا بحث جدا طويل ما راح يكفينا الوقت نتطرق إليه، لكن راح أعطي مثالين مستودعات رقمية مفيدة للباحثين. طبعا لما نتكلم عن المستودعات الرقمية نقدر نفصل واجد فيها، في عندي diagram أو صورة جدا ضخمة تتكلم عن أنواع الريبوزيتوريز الموجودة والمستودعات الرقمية. أنا ما أريد تكون هذه الكلمة جدا يعني فيها مشحونة بالمعلومات، فراح أعطي فقط مثالين جدا بسيطين إلى two repositories، وهو من النوع الأول Zenodo يمكن أشهرها، وراح تشوف كل هذه السلايد مالتي موجودة في Zenodo أيضا. Zenodo يعتبر general purpose repository، يعني ممكن نحط فيه أي حاجة، أقدر أحط فيه بوستر، أقدر أحط فيه سلايد، أقدر أحط فيه كود، أقدر أحط فيه ورقة علمية، أقدر أحط فيه أي مخرج علمي. خلنا نقول أنا حضرت مؤتمر أعطيت كلمة بسيطة، لكن كيف الآخرين ممكن يأخذوا
أو يستشهدوا بها في ورقة علمية أو يستشهدوا بالبوستر مالي في التيسيس مالي. لما أضيفها في زينوديو، زينوديو يطلع لي DOI، هذا هو DOI يطلع هنا. أيضا يضيف إلى license، أنت تختار نوع license، اختار هنا Creative Commons CC BY. أيضا يعطيني طريقة كيف الآخرين يسوي citation إلى هذا البوستر، يسوي citation لهذه الكلمة. هذا هو الرفرنس اللي يستخدمه. طبعا في الرفرنس نشوف الدي او اي، هذا الدي او اي فقط لو انسخه وحط ضغط اليو ار ال على طول راح يجيب لي السلايد هذه مهما تغير. عاده العنوان اذا تغير اسم الموقع او تغير شيء راح يتغير، بيقول لك ان غلط ما يشتغل، لكن الدي او اي هذا ما يصير معه، هذا ريزيستنت ايدنتيفاير. يعني ايضا هو من الاوراق العلميه اليوم الطالب الباحثين هم ينشروا البروتوكول في مستودع رقمي ويشيروا إلى في الورقة العلمية. طبعاً هذا هو بروتوكول آي أوت اللي تدخل عليه بسهولة، تستخدمه بشكل مجاني، تحط فيه الستبس الجايد لاينز بالتفصيل البروتوكول مالك، وراح يطلع لنا مباشرة دي أو آن إلى هذا البروتوكول، يخلي ويعطيني الطريقة للآخرين ممكن يسوي سايتيشن لهذا البروتوكول. خلينا نقول أنا قاعد أسوي أوبتمايزيشن في اللاب إلى بروتوكول، أخذ مني الأوبتمايزيشن 6 أشهر عشان استخدم هذا البروتوكول واطلع نتائج، تالي انشر الورقه يمكن ياخذني سنه او اكثر، بينما اقدر انشر البروتوكول نفسه اخرين يقدروا يجوا ويسووا سايتيشن للبروتوكول. هذا يعزز من سمعه هذا الباحث. طبعا زي ما ذكرت ما طلع دي او اي ما يكون عندنا لايسنس، واللايسنس هي الترخيص كيف تستخدم، كيف ممكن يستخدم هذا العمل، هل يسمح الاخرين باستخدامه، هل يسمح لهم أن يجروا تعديلات عليه، هل يسمح لهم أن يستخدم هذا البروتوكول في أشياء تجارية وغيرها. طبعاً ممكن أنا بعد سنة أو بعد 6 أشهر جيت ونشرت ورقة، الورقة أيضاً تضاف إلى نفس البروتوكول، فالبروتوكول يعطي لك يقول هذا البروتوكول استخدم في هذه الورقة العلمية. هذه أمثلة واجد بتشوف إلى واجد بروتوكولات نشرت قبل فترة جداً طويلة، تالي بعدها بفترة نشر طريقة لتجميع كل الأشياء المتعلقة بالبحث في مكان واحد، مثلا المقالة العلمية، البيانات، الرسومات، الشروحات، ويعطيني الهيستوري مالها من البداية إلى النهاية وكيف قاعدة تتطور. في أنواع كثيرة، عندنا مثلا Research Object Hub، هذه طريقة ممكن أضيف إلى الدراسة. طبعا هذا يكون domain specific، يعني إلى دراسات أو إلى تخصصات معينة. نلاحظ مثلا هنا هذا عبارة عن tutorial أو درس يعلم في الكمبيوتيشن بيولوجي في الموليكيولر داينامكس، الأشخاص اللي هم بدأوا كتابته على طول حطوا في research object hub، وحطوا جميع resources مالته، الكود، documentation كلها حطوها هنا وهم يبنوا فيه يضيفوا الأشياء. طبعا هذا جدا جيد لانه يجمع كل الاشياء في مكان واحد، والى فوائد جدا مختلفه طبعا ما راح اتطرق لها اكثر، سعيده اتكلم فيها يعني لاي شخص عنده اسئله عليها. طبعا هذه كلها ممارسات تعزز من سمعه الباحث حتى بدون نشر الاوراق علميا، كلها ممارسات ايضا تعزز التعاون، تعزز الابتكار، تعزز اعاده الانتاج في الوسط العلمي. انا ما اريد اعطي جرعه كبيره من المعلومات لان يعني already بعض الحين يعني already أخذ جرعة جدا كبيرة. شكرا جزيلا دكتور البتول، اضطرينا للأسف لقطع البرزنتيشن نظرا لضيق الوقت وتجاوزنا حتى للوقت، وموضوع فعلا مهم وتناول ممتاز لأهمية استخدام الباحثين لهذه المعرفات الدائمة وكيف تساهم في زيادة الوعي ونشر انتشار زيادة انتشار أبحاثهم. ونحن نتحدث فقط عن الجورنال أرتيكلز، ولكن عن البروتوكولز الديزرتيشن والثيسز زي ما حضرتك تفضلتي. في النهاية عندي بعض الأسئلة السريعة اللي هتتطرق ليها، لو الإخوة اللي يقدروا يفتحوا الفيديو لو في فرصة لذلك يكون شيء ممتاز.
في للأستاذ محمد بعيسى، لو أنا لدي مستودع رقمي وأنا اقتنعت بأهمية الحصول على DOI هيساهم في زيادة اكتشاف مواردي المحلية، لو تكلمنا بشكل في خلال دقيقة أستاذ محمد على الانتجريشن مع البنية المفتوحة التي تقدمها داتا سايت، هل وجدت هذا الانتجريشن صعب؟ هل أخذ وقت طويل؟ في دقيقة لو سمحت. طيب طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. هي بالنسبه للانتجريشن داتا سايت بعد ما تكون عضو فيها راح تعطيك طريقه لتسجيل الدي او اي عن طريق واجهه الداتا سايت نفسها، يعني بدون الربط. طيب انك انت مثلا تحط عنوان المستودع الرقمي او وين راح تكون موجود المقال وتنشر في هذه الى خلال الفتره اللي انت تبني فيها عمليه الربط. طبعا وفرت APIs هذه بتكون مدعومه من اغلب المستودعات الرقميه، من ثم بتشوف مثلا المجتمع اللي بيستخدم المستودع اللي انت المؤسسه تبعكم مثلا متبنيته، وبتلاقي انه في ادوات اصلا موجوده لربط هذه المستودع الرقمي بالديتا سايت. عمليه الربط جدا سهله، تحديد ما هي البيانات الوصفيه اللي بيتم نقلها من المستودع الرقمي الى داتا سايت. يعني مثلا في حالتنا احنا كان من اهم الاشياء مثلا اوركيد اي دي لازم ينقل، الريفرنس ليست اللي هي مثلا بتستشهد المقاله نقلناها في نفس البيانات الوصفيه، هذه يمكننا لاحقا من عمليه ربط كامله، اعرف المخرج العلمي هذا كيف كان اثره، من المخرج هذا كيف بيرتبط مع المخرج العلمي الاخر. ذكرت الدكتوره بتقول اشياء جدا مهمه في تفاصيل مثلا البروتوكولز، بدانا في عمليه اصدار دي او اي للبروتوكول، فالبيانات الوصفيه للبروتوكول راح تحتوي على المقالات او البيانات البحثيه اللي تم استخدامها، فهذه الاشياء اللي بتحددها المؤسسه. لكن عمليه الربط اعتقد انه في خصوصا باللغه الانجليزيه في لها موارد ومصادر معلومات كثيره ممكن تبدا منها، و يعني احنا حاضرين لو في اسئله اكثر تفصيليا لكن لضيق الوقت يعني هذه نظره عامه او فكره عامه. شكرا جزيلا للأستاذ محمد على الإجابة الشفية. معنا إخوة وفي فعلا أسئلة أخرى في من مكتبة الميزاب في السودان وفي مستودع الرقمي العماني كمان موجود، فسعداء بتواجدكم جميعا معنا. في سؤال سريع عن أهمية أو دور المكتبات، ده يعني سؤال أنا اللي بطرحه، في قيادة أي تحالفات مستقبلية للمعرفات الدائمة، لأن ده النظام المتبع مثلا في الدول الأوروبية أن هذه المكتبات بيكون لها دور وطني أو دور قيادي أو ريادي في قيادة أي تحالفات. لو عندك أي إنسايت سواء أستاذ رائد أو أستاذ محمد في هذا الموضوع. أعتقد أستاذ رائد راح يكون أكثر تخصصاً في هذا تمام. شكرا عزيزي أستاذ محمد، شكرا جزيلا على الجميع. باعتقادي يعني ما زال هناك حاجة لبناء تحالفات منشورها سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الإقليمي، وهذا بلا شك يعني بحاجة لدعم يعني سواء على المستوى الوطني أو مبادرات، يعني مبادرات شبكات بحث التعليم إنكوبيترز بطريقة أو بأخرى. هي للأمانة يعني بكل أسف أنا بحكي عن مكتبة المتواضعة، فزالت المكتبات هي مبادرات فردية، هو الجهد اللي بودل بن كاوس هو جهد عظيم ومميز، ولكنه للأمانة هو جهد يعني خلينا نحكي فردي. أكيد إذا تكامل هذا الجهد بمظلة أوسع أكيد خبرات الكاوس جدا رائعة وراح تساهم تماما في نقل المعرفة لجميع الزملاء المكتبات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ رائد، وبالتأكيد فعلا محتاجين لتضافر الجهود، وخصوصا أن هذا طرح جديد بنحاول نقدمه للمنطقة العربية بشكل كامل عن أهمية اعتماد هذه المعرفات سواء على مستوى وطني أو سواء على مستوى إقليمي، حتى نتمكن من ربط أبحاثنا المخزنة في مستودعاتنا الرقمية. وزي ما تفضل الأستاذ محمد والدكتور البتول والسيد رائد أيضا أن هذه المستودعات لدينا موارد مهمة وريسيرش أوتبوت مختلفة مخزنة من رسائل ماجستير وطروحات دكتوراه، ملفات خاصة بقواعد بيانات أو داتا سيتس مخزنة نحتاج إلى ربطها ببنية النظام البحث العالمي لزيادة اكتشافها حتى نزيد من مخزون أو المنتجات
البحثية التي ننتجها بشكل عام ومشاركتها أيضاً مع بنية النظام البحثي العالمي، فده شيء مهم. بتوجه بالشكر الجزيل لحضراتكم دكتور البتول، أستاذ محمد بعيسى من جامعة الملك عبد الله، والسيد رائد من الجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا. في نهاية هذا اللقاء أيضاً بتوجه بجزيل الشكر للسادة الحضور. وفي النهاية أود فقط التذكير، عندنا إن شاء الله لقاء قادم الأسبوع القادم باللغة الإنجليزية مع السيد محمد بعيسى، أيضا هيكون موجود لأنه هو عضو أيضا في الإكزيكتيف بورد التنفيذي لمؤسسة داتا سايت، وسيتطرق في هذا اللقاء مع زميلتي جابرييلا ميهاس، هيتناول برنامج داتا سايت للتمويل العالمي اللي تطرقنا إليه وفرص الحصول على هذا التمويل، وسيتم الإجابة إن شاء الله على الأسئلة والاستفسارات الخاصة ببرنامج التمويل. اللقاء إن شاء الله يوم 13 سبتمبر إن شاء الله، وسيكون باللغة الإنجليزية. ضيق في التفكير، دي قنواتنا للتواصل في حالة الحصول. رغبتكم في أي استفسارات بخصوص عضوية داتا سايت، كيف يمكن الحصول على عضوية داتا سايت، أو أي سؤال حتى بخصوص هذه المعرفات، يمكنك التواصل معي بشكل شخصي أو عن طريق التواصل مع قنواتنا على الإيميل أو قنواتنا على السوشيال ميديا أيضا بشكل كامل. بإذن الله تسجيل الكامل لهذا اللقاء سيتم إتاحته عبر اليوتيوب مع السلايدز. أشكركم جميعا للحضور وجزيل الشكر والامتنان، وإن شاء الله نلتقي في ويبينارز أخرى باللغة العربية ونعرض فيها تفاصيل أخرى. جزيل الشكر لحضرتكم. شكرا. شكرا جزيلا، يعطيك العافية. شكرا، مع السلامة. شكرا جزيلا، يعطيك العافية أستاذ محمد. شكرا شكرا لتنظيم الضائع. جزيل الشكر، جزيل الشكر، شكرا جزيلا لحضرتكم، ونلتقي إن شاء الله في أقرب وقت بإذن الله. شكرا، السلام عليكم.